إذا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم مع خدمة رفع حظر الدومين عن الفيسبوك $5 فقط في غضون يومين أو 48 ساعة مع الأخ محمد سنيور من مصر الشقيقة من جمهورية مصر. إذا كما ترون معكم يقدم لكم هذه الخدمة مقابل $5، وأيضا هناك توثيق الدومين زائد $5 أخرى ويوثق لك الدومين الخاص بك كي لا يتم حظره مجددا. وأيضا هناك قبول موقعك في برنامج جوجل أدسنس، يعني تضيف له $25 ويضمن لك قبول موقعك في أدسنس. إذن كما تعلمون فهو يقدم هذه الخدمة مقابل $5 فقط. وإذا كنت تريد توثيق موقعك لتجنب الحظر تضيف له $5 أخرى ويوثق لك الموقع كي لا يتم حظره مجددا من فيسبوك. إذن شروط الخدمة أن يكون موقعك يوافق سياسات الفيسبوك، أن لا يحتوي على مخالفات أو برامج ضارة، أن لا يكون تم حظره من الفيسبوك بسبب بلاغات الكثيفة. المهم إذا طلبت الخدمة سيقوم الأخ بمعالجة الطلب الخاص بك، وصراحة مضمون 100% وأخ يتعامل صراحة. مثلا هنا أنا أختار، يمكنك اختيار حتى 10 طلبات لا مشكلة، يمكنك اختيارهم. هنا كما ترون تعليق الإخوان الذين اشتروا الخدمة، كلها تعليق إيجابية، لهذا حفزني هذا على شراء الخدمة من هذا الأخ المصري، ولا جزيل الشكر لأنه يتعامل وأيضا تعامل معي في عند شرائي لهذه الخدمة، يعني تعامل معي وأشكره جزيل الشكر كما ترون. يعني عندما تجد تعليق سلبي لأنه لم يكمل لها الخدمة. لماذا؟ لأن بعض المواقع تجدها يعني مخالفة للقوانين، لهذا لم يتم لهم الخدمة. مواقع لا تحترم الشروط والمعايير، مواضيع تجد بها مواضيع مخالفة، مواضيع لا أساس لها ولا علاقة لها، لهذا لا يتم فك الحظر عنها. سأضغط أضيف إلى سلة المشتريات، وكما ترون تم إضافة الخدمة إلى سلة المشتريات، وسأضغط إدفع الآن. بعد ضغطي على إدفع الآن سيوجهني إلى صفحة المشتريات، سلة المشتريات من خمسات كما تعلمون. لكن هناك مشكل في الدفع، يجب أن يكون لديك في البيبال $7 أو $6، لأن بيبال يعني بين خمسات وبيبال هناك أظن مشكلة كوميشن، مشكلة الرسوم كما ترون. كما ترون هنا لدي طلبين، لأنني قمت مسبقا بإضافة الطلب إلى سلة المشتريات، أقوم بالضغط على مرات الطلب وتحويلها إلى رقم واحد، يعني طلب واحد ستتحول إلى $5 كما ترون. قد تحولت إلى $5 ولكن المجموع الكلي هو $6، لأن الرسوم يعني الرسوم من بايبال أو رسوم لموقع خمسات لأنهم يربحون أيضا من الرسوم $1. سأضغط ادفع الآن وسيعطيني وسائل الدفع. وسائل الدفع يعني ادفع بأمان من خلال إحدى الوسائل التالية أو عدل سلة المشتريات. موقع خمسات لم تعد هناك طريقة لإضافة الرصيد إلى خمسات، وأنا كنت أود إضافة الرصيد إلى موقع خمسات ولم أجد طريقة إضافة، يعني ضغطت على بروفايل خاص بي والرصيد لكن لم أجد هناك زر لإضافة الرصيد عن طريق البيبال إلى موقع خمسات. يعني كان سابقا كان يمكننا إضافة الرصيد إلى موقع خمسات عن طريق البيبال، نضيف الرصيد ونشتري بالرصيد من الموقع، يعني لا نشتري بالبيبال مباشرة، نضيف الرصيد بالبيبال ونشتري بالرصيد المضاف من الموقع. إذن كما ترون فقط يعطيني الرصيد الكلي، رصيد معلق، أرباح يمكن سحبها، يعني لا يوجد هناك زر لإضافة رصيد نهائيا، يعني بعد البحث المعمق لا يوجد هناك زر لإضافة الرصيد. ونتمنى من موقع خمسات يعني حل هذا المشكل إضافة الرصيد، لأننا نريد إضافة الرصيد مباشرة من الموقع. إذن كما ترون المهم لا مشكلة، المهم هو أن الأخ صادق سيحل لنا المشكل في نهاية المطاف. إذن نضغط على البيبال ونشتري عن طريق البيبال.
يعني عادي جدا نشتري عن طريق حسابنا على البيبال. يعني فقط رجاء منكم الانتظار لأن الانترنت لدي ضعيفة جدا. أدخل الإيميل الخاص بي في خانة الإيميل. سأقوم بإخفاء معلوماتي الخاصة كما تعلمون، دائما سأقوم بإخفاء معلوماتي الخاصة. ثم بعد إدخال الإيميل كما ترون سأضغط على التالي، يعني الزر الأزرق continue بالإنجليزية، وسيتحول معي إلى خانة الباسورد أو كلمة السر. أقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بي ثم أضغط على تسجيل الدخول، وكما ترون القفل أنتم لن تروه لأنني قد قمت بإخفاء معلوماتي الشخصية. إذن كما ترون الآن صفحة البيبال ستظهر بعد قليل، لأن هذا هو المشكلة، هذا هو الإنترنت، مشكلة الإنترنت ضعيفة جدا. وأعتذر منكم إخواني الكرام على الوقت الضائع. قم بعمل بلس للفيديو، يعني قم بتسريع الفيديو شيئا ما. إذن كما ترون العملية سهلة جدا، سيعطينا صفحة البيبال شيك أوت الآن. أعتذر منكم كثيرا على الإنترنت الرديء الجودة، أعتذر منكم كثيرا لأن الضغط كثير على الإنترنت. وتحياتي لكم جميعا إخواني الكرام. إذن بعد ذلك قد قمت بقطع الفيديو وإعادته. إذن بعد ذلك نضغط على بامانتونو، يعني لم أفعل البيبال برقم الهاتف الخاص بي. سأقوم بالضغط على هذا، فقط رسالة يعطيها لي البيبال. سأضغط على بامانتونو وسأقوم بقطع الفيديو مرة أخرى وأعود إليكم. إذن كما ترون هذه صفحة حاسوب LTD، يعني حاسوب ليميتد أو صفحة الدفع لحاسوب أو موقع 5S. كما ترون 6 دولار. سأقوم بإخفاء معلوماتي الشخصية وأضغط على الدفع أو continue. إذن وجهني مباشرة إلى موقع 5S. كما ترون جاري معادلة عملية الدفع، يرجى عدم تحديث الصفحة، تنتظر ريتما يعطيك تعليمات البائع لك. لاحظ تحت تعليمات البائع لك محمد سنيور، وتعليماته هو رابط الموقع، يعني أقوم بإضافة لإعطائه رابط الموقع الخاص بي. سأكتبه في جوجل ليظهر معي الموقع. نعم هذا هو موقعي الخاص كما ترون إخواني الأفاضل. سأقوم بعمل كوبي له ثم سأقوم بلصقه في خانة الطلبات التي طلبها البائع هنا كما ترون إخواني الأفاضل. ثم سأكتب له رسالة كما ترون إخواني الأفاضل، شكرا لك على الخدمة الرائعة والثمن المناسب، هذا هو رابط موقعي نقطتان. ثم نقوم بعمل سبيس بين الرسالة والموقع كي يظهر الموقع. ثم بعد ذلك سنكتب له جزاك الله خيرا وشكرا لك وبارك الله فيك، كما ترون قد قمت بكتابتها، يعني قد قمت بتسجيل لكم كل الأمور المتعلقة بعملية الشراء كي تجدون كل شيء سهل أمامكم. إذن كما ترون إخواني الكرام الآن قمنا بالتواصل مع البائع، والخدمة كما ترون الحالة حالة الخدمة فهي بانتظار التعليمات، لازلنا بانتظار التعليمات. لقد أرسلت له التعليمات والآن أنتظر منه الرد، أنتظر منه الرد. وصراحة بعد التعامل معه مباشرة قد قام بتحويل الحالة إلى جاري التنفيذ كما ترون. هي الحالة جاري التنفيذ مباشرة بعد دقيقة من مراسلتي. عملت ريلود يعني أو ريفرش للصفحة. بعد ذلك
كما رأيتم إخواني الكرام، جاري التنفيذ بانتظار تواصل البائع. وهكذا تواصلت معه وأرسلت له موقعي وقام بالتنفيذ في 24 ساعة، وسأريكم مرة أخرى كما ترون. والرسالة الأولى من الأخ وقد قمت بالرد عليه، ثم قام بكتابة لي تمام عيوني إليك كما ترون إخواني الأفاضل، ثم تواصلت معها مرة أخرى. وهكذا تتواصل معها إلى أن يحل لك المشكل أو ممكن أن لن يحل المشكل حسب صعوبة موقع الخاص بك. المهم هذه هي الطريقة الرائعة يعني لحل مشكل الخاص بك، مشكل حظر موقعك في الفيسبوك، وسيحل معك بسهولة وبسلاسة. المهم أن تعطي الأخ أن تعطيه الوقت الكافي ليحل لك المشكل الخاص بموقعك. سندخل إلى الخدمة لترون الخدمة. كما ترون فوق جاري التنفيذ كما تلاحظون إخواني الأفاضل. في الخدمة الآن جاري التنفيذ وقد تمت بنجاح، لأنني قد قمت بتواصل معها بعد يومين وقد قام بفك الحظر عن موقعي، وجزاه الله خيرا على هذه الخدمة. ولهذا قمت بمشاركة معكم هذه الطريقة كي يستفيد هو وأن نستفيد ويستفيد الكل. لهذا قمت بمشاركتها معكم لأن العديد من الإخوان يقعون في هذا المشكل، مشكل حظر موقعهم على الفيسبوك، لا يمكنهم نشر روابطهم على الفيسبوك ويفقدون العديد من الترافيك، الترافيك الرهيب الذي يأتي من الفيسبوك يتم فقدانه. إذا سنضغط على المشتريات لتلاحظون أنه قد تم شراء هذه الخدمة أمام نصب أعينكم كما ترون إخواني الكرام. بعد الضغط على المشتريات ستظهر معنا خدمة واحدة فقط، لأن الحساب لا زال جديد كما ترون. خدمة فك الحظر عن موقعك أو الدومين على الفيسبوك مدة 13 دقيقة وجريء التنفيذ. لإشارة الفيديو قد صورته يوم 23/5 وقد قمت بعمل مونتاج اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء إخواني الكرام.